اما حكايه ادم ونوح وهل دي اسطوره، طبعا ده كلام من الناس اللي بيلخبطوا عن طريق ما يسمى بالبيبليكال كريتيسيزم، يعني النقد الكتابي. آدم شخصية حقيقية وقد ورد في سلسلة الأنساب الخاصة بالسيد المسيح في لوقا إصحاح 3 قيل ابن آدم ابن الله، وورد عنه في رسالة رمي إصحاح 5 يقول ملك الموت من آدم إلى موسى، وفي كورنثوس الأولى 15 كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، وفي كورنثوس الأولى 15 أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الثاني أي المسيح روحا حية، وفي تيموثاوس الأولى الصحة 2 آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغوية، وموجود عنه في رسالة يهوذا وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم. كمان في تكوين الصح 5 نلاقي بيتكلم عن آدم من ناحية سنية حياته فيقول هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله إلهه باركه ودعا اسمه آدم يوم خلق، وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيث، وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة، فلو كان شخصية أسطورية ما كانش يقول ايه طريقة خلقه وامتى ولد ابن شيث وعاش كم سنة بعديها وعمره كله 930 سنة. طبعا واضح هذا الكلام، وان كان البعض يشك في آدم فمن يكون إذن الإنسان الأول؟ ويبقى السؤال بلا جواب، لكن في ناس شكاكين يحبوا يشكوا في الكتاب بلا داعي. كذلك من جهة يونان النبي قيل على فم السيد المسيح نفسه عن اليهود جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي كما كان في بطن الحوت 3 أيام إلى آخره، وإنه رمز إلى السيد المسيح، ودي موجودة في متى 16 وفي متى 12 وفي لوقا 11. كذلك نوح وردت سيرته في الكتاب المقدس في أكثر من موضع، وفي متى 24 لما بيتكلم عن نهاية الأيام يقول كما كانت أيام نوح
كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. فمتى 24. وفي سلسلة الأنساب في لوقا 3 يقول ابن سام ابن نوح ابن لامك. وورد سيرة نوح في عبرانيين 11 بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا. وفي بطرس الأولى 23 كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء. وهكذا في بطرس الثانية 2:5. فاللي عايز ينكر قصة نوح يبقى ينكر بقى متى ولوقا وعبرانيين وبطرس الأولى والثانية. كلام تخريف. ناس كتير بيحبوا يسلكوا في أسلوب الشك ويجيبوا مشاكل لغيرهم.